ابو ظبي ابوي انا في الشارجه بعد وبسير بنايه هني اسمها مجمع الفردان، وصلاح ابوي تم هناك يقوله معالي ومحاشي واصير انا ناس وكل شيء، ونحب نسير بنيكم. هذا منهج قدامي وهذا انا وراه، لاني ما دلهوه اللي الدليل. حطينا اللوكيشن ويابنا هناك الطرف هذا غرب الله في اللوكيشن. يقولون انا وين؟ انا طالت اعماركم موجود في دار اسمها، انا سميتها دار النوادر. دار شو؟ النوادر. من بعد دقيقتين بيرمسني ابو مصطفى ومصطفى ولده عن شو هذا اللي انا جاي ازوره، وشو هذا اللي جاي اصور لكم اياه، وشو هذا اللي جاي انا اتكلم لكم عنه، وليش انا يا ستريا لين عقب المغرب مثل هالوقت جيت اصور هالشيء اللي تقريبا يكاد ان يكون كنز فريد في نوعه، محافظ عليه مجموع مجمع من عدة دول. خذ يعني اي شيء من هاللي تشوفونه خذ عشرات السنين بل مئات السنين، مجموعه مثل هذه مثلا، مجموعه مثل هذه خذت عشرات السنين لين راموا يجمعون هذه الكميه من الدانات يكات والقماش والجيون اللي يعجز اللسان وتعجز العين عن شرحه وطريقة ترتيبه، وشو المكان اللي أنا فيه، وشو الكتب، وشو الأصداف اللي شلت هالأنواع من أنواع القماش الطبيعي، مش الزراعي ولا النهري ولا الصناعي، هذا قماش طبيعي حر، غواصة شيء منه في الخليج وشيء منه في دول عديدة من المحيطات، وكأحجام وأنواع هذا كل حين بيشرح لكم عن صاحب الشان. بس حر حر ومثبت بشهادات موثقة من وين مصطفى؟ نعم. من وين الشهادات هذه؟ من سويسرلاند، سويسرا وأمريكا. نعم. وهذه بعد من مملكة البحرين. إنزين. وهذه من حكومة دبي. صحيح. تقرير للأحجار الكريمة. صحيح. هذه الآلة طبيعية من مياه مالحة. وهذا دانات بعد من المختبر البحريني. كل قطعة بتشوفونها يعني مثلا هاي الحين القطع هاي كلهن، كل قطعة منهن لها رقم، لها شهادة، لها وزن، شهادة شرات هاي. مش شهادة عادية ورقة، لا شهادة مختومة موقعة من حكومة دبي أو من المختبر دانات في البحرين أو من السويسة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يطول عمرك. مين أبو مصطفى؟ صاحب شركة أستراليا لتجارة اللؤلؤ الحر ومقتنيات النوادر. 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 هذا حين لين حين بنرويكم إياهن هيل. هذيل ما توجد قطعة منها موجودة في أي مكان. هذيل نوادر مش من البحرين. هاي من نوادر القماش البحريني الحر، مش يعني موجود في مكان بتصير تجيبون. هذا مجمع من وين؟ مجمع هذا مجمعات من مئات السنين أو عشرات السنين. كم سنة مجمع؟ هذا يتول 5 سنين لتجمع من الغواصين واحد حبة كل 5 سنين من الغاصة، كلها مثبت بالشهادة، كلهن هاي كل حبة من هالقماش مثبتات في شهادات من البحرين وحكومتها. تسمعون بالرمسة يقولون جيوان وجيوان وجيوان وجيوان. الجيوان معناته درجة جيدة جدا بالاستدارة، مش بالحجم، لا شكلها الدائري يعني جيد جدا، فلذلك أطلق عليه اسم جيوان. فهذا النوع اللي موجود ما يخصه في اللون ولا بالوزن، لا جيوان نسبة للحجم الدائري المستدير اللي كل الحبات مجموعة، وهذا يكون لهن هاوي خاص. المجموعة هذه مثلا من الجيوان يكون لهن هاوي خاص، يحب يجمع النوعية هاي من القماش، ما يحب
ياخذ النوع المستطيل او النوع اللي فيه دقه او النوع اللي فيه ضربه او النوع اللي لونه غريب، لا بس النوع هذا. فمثل ما تشوفون كل انسان له هوايات، اللي يجمع طوابع، اللي يجمع مجوهرات، اللي يجمع عقود، اللي يجمع تحف، فيكون له رغبة في نوع واحد من الأنواع اللي قلبه يحبها. في حتى اللي يحب السوى، حد يحب نوع من الماركات، حد هالشكل اللي هاوين القماش على مدار الكون. فهذيل من عقب ما يجمعون في أي وقت من العمر يبغي يبيع تعب هذا اللي جمعه في 100 سنة أو ميمع يد عن يد في كل الكون. فلذلك كل إصرار من إصرار هالقماش اللي عندهم له تاريخ وله شهادة، من وين جاي، وين متنتي، وجد وصل للإمارات بشهادات بعد مثبتة من مختبرات دبي، ما بلا الشهادات الخارجية، اعتمدت حاليا من مركز جواهر دبي أو الأحجار، مختبر الأحجار الكريمة في دبي. مختبر الأحجار الكريمة في دبي هذا مختبر طول عرضه أنك داخل المركز البنك المركزي في الدولة، ممنوع أي إنسان دبابة ما تخطف قدامه. فلذلك كل حبة تظهر ما تظهر الشهادة هذه إلا بعد تدقيق وشيء متعب مضني زيادة على اللزوم. فحين اللي بنرويكم إياه بنرويكم شيء مش موجود إلا عندهم هم هيل، ما يوجد عند أحد، لأنها هذه مقتنيات من النوادر، مش لولو عادي أو قماش عادي. كلن عند قماش وكلن عند لولو، مليون آدمي، لكن النوادر جمع الهوايات اللي عند حد عنده هواية جمع نوع من أنواع القماش، هذه ميمعينها من الناس كلهن ميمعات عند هذا التاجر. مختبر دبي ترى عالمي مش خليجي ولا شرق أوسطي، مختبر دبي أي شهادة تطلع من دبي تطلع شهادة معترف فيها عالميا، مش فقط في الإمارات أو في الشرق الأوسط. صح مصطفى؟ صحيح عزيزي. هذه يعني مو بس ترفع من قيمة البضاعات، تعطي مصداقية. أنا شو هذا المعرض اللي أنا فيه حاليا، هذا اللي أنا أشوفه، شو هذا؟ علينا هذه طال عمرك معرض النوادر من البحار السبعة. نعم. تم تجميع عبر عشرات السنين وموجودة كلها، جمعناها في مكان واحد من أجل الهاوين الذين يحبون أن يقتنون ويكونوا أصحاب هذه نقدر نقول الكولكشن. نعم. نادر جدا. فعلى سبيل المثال هذه إحدى يعني لؤلؤ كبيرة جدا. سبيل المثال هذه إحدى اللآلئ الكبيرة اللي على هيئة دمعة ومصدقة من مختبر دبي. هذه. نعم صحيح، مع الألماس، ويعني الحجم اللي هي موجود فيها يعني جدا صعبة الحصول عليه في الطبيعة، كونه لؤلؤ حر من المياه المالحة. يعني لؤلؤ مش زراعي، بحري. فرق بين اللؤلؤ الزراعي واللؤلؤ النهري واللؤلؤ الصناعي، هذا لؤلؤ بحري حال القماش الأولي، لكن هذا ميمع من جميع قارات العالم، مش من بلاد ولا بلادين ولا قارة ولا قارتين، من جميع قارات الكون كله يمعينهن. فهذا اللي تشوفونه، هاي مثلا شهادته دنياها من حكومة دبي، مش من عند زيد ولا عبيد، لا شهادة وثقة على ما تشوفون. هذا نوع قماشنا اللي نعرف اللي هو اللؤلؤ مالنا. صح. وهذه اللؤلؤ الطبيعية بعد متعارف عليه في أوروبا. أه. وطبيعية من القواقع والمحار الحر، وهذه مثل ما أنت شايف لمعان البريق الجميل النادر جدا صعب الحصول عليه. سبحان الله، هذا من تضرب عليه الكشاف يصيب هالشكل. شو الفرق بين هذا وبين هذا؟ الفرق اللي بينهم ان هذه عليها طبقة صدف من المحارة نفسها، وهذه ما عليها الطبقة الصدفية من المحارة. لكن هذا مش معروف عندنا، هذه مش معروفة في دول الخليج، كون انها ما تطلع في دول الخليج. وين؟ لكن هي متعارفة عند دول الفلبين واندونيسيا، ومعروفة ايضا في اوروبا، والهاوين الكبار في اوروبا والولايات المتحدة يعرفون هذه، واسمها الكونش.
لآلة الكونش والكلام بيرلز اللي تطلع من تري داكنا. شو يعني تري داكنا؟ تري داكنا اسم القوقعة اللي تطلع منها ومعروفة عند الهاوين اللي يجمعون اللؤ. هذه العبارة عن شو؟ هذه العبارة عن أول شهادة security case اللي فيه شهادة علبة مغلقة من جهة حكومة دبي في العالم. نحن متعارفين أن نشوف مثلا داخلها أحجار كريمة مثل الياقوت والألماس، لكن هذه أول نوع اللي تكون فيها اللؤلؤة الطبيعية حصريا عندنا ومع شركتنا التي تعاقدت مع بلدية دبي. هاي احنا نوع من انواع اللؤلؤ. صحيح، هذه اللؤلؤ الكلام بيرل التي نعم. تنحدر من عائله الميلو بيرلز والكونج بيرلز. ايوه، وهذا كله لؤلؤ. وهذه كله لؤلؤ عزيزي. صحيح، هذا كله من المقتنيات، هذا كله من عند الهواة مش من عند تجار. وايد عليكم فهم شو اللي انا اقصده، هذا مش من عند تجار، هذيل كلهم من عند هواة، من عند عشاق جمع اللآلئ. عشاق جمع اللآلئ في مختلف أنحاء وأقطار الكرة الأرضية، مش عند تجار. لازم يجب عليكم أنكم تفتهمون شو المقصود. هذا مش من عند تجار ولا من السوق، ما تروم تصير السوق وتلقطها نهايل. هاي من عند هواة العشاق. هذا تشوفون ترى لولو، تعال شرح لي بالله عليك، هذا أهم شيء الحين يا ابني عزيزي. هذه جدا نادر كونه تكون سودة وتطلع فقط حبة من أصل ما بين العشرة، بين حسب الإحصائية ما بين 10 إلى 15 ألف محارة. فلهذا السبب ما عليها تداول في السوق كونه نادر جدا. أه. وكما مثل ما تشوفون هذه بس الستوك والكولكشن والمجموعة الوحيدة اللي لدينا. طالت أعماركم المخزون العالمي موجود عندهم وحاليا هم في الشارجة. انزين، نسير للشهادة اللي راويتني اياها قبل شوية. هذا اللؤلؤ اللي مكتوب عليه ما يشبه لفظ جل جلاله، محفور عليه على اللؤلؤة الطبيعية بالشكل الطبيعي من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. فلذلك كتبت عنها العديد من الجرائد، العديد من الجرائد، وأكيد سعرها غالي بالملايين. يعني هذا العقد اللي تشوفونه، هذا عينة من عقد، هذا كله لؤلؤ طبيعي، وهذا ألماس وأحجار كريمة. فلذلك نوع اللؤلؤ هذا نوع اللؤلؤ لؤلؤ طبيعية من مياه مالحة غير صدفية. أيوة، هذا لؤلؤ غير صدفي من القواقع الثانية اللي صوب إندونيسيا وفلبين. شيء عندكم من هالقواقع تراوينا؟ يعني شوفوا هذه حينة، هذا وين يبونها؟ شي بلاثة هذه؟ هذه صوب ماليزيا وفلبين. امسك شوية، شوفوها وين؟ هذه داخل، هذه القماشة. فتحفر وتنقص، هذا يسمونه لآلئ غير صدفية من الرخويات. هذه تشوفونها من هنهايلها، شوفوا أحجامهن كيف؟ من هذا يظهر منهن، من هالكيزان. فيشترونهن قطعة قطعة، فيجمعونهن الهواة، فخلافيونهم اللي هم أهالي الشركات الكبيرة اللي هم الكمبنية الكبار، فيأخذونهم من الهواة مش من التجار، لأنه مالهن تاجر هاي المعين، مالهن تاجر وبتروم تصير تشتري من عنده. إلهم هذين يسمونهم جامعين النوادر من الهواة. هذا الأبو وهذا الولد، وعندهم ما شاء الله دردور عيال، وكلهم أبويها شغلتهم يصطادون النوادر من هواة مشتريات النوادر واقتنائها. هذه اللي تشوفونها ترى حبة قماش، هذا أبو مصطفى. هذه شو حين؟ هذا اللؤلؤ حقيقي من الرخويات. هي يعني حبة نادرة لأن في الشكل والحجم. معرض. هذا يوم استضافنا سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في القفال، معرض القفال وسباق القفال. نعم. وسوينا فيها معرض جميل جدا، واستضافنا فيه بعض المعروضات واللآلة الطبيعية، وهذه إحدى أكبر القواقع الطبيعية اللي من
الوجود اللي من مخزوننا وفي العالم أيضا. نعم. والذي أنال إعجاب صاحب السمو. الله يطول بعمره ويحفظه. هل هذه القماشة موجودة في أي مكان؟ هذه موجودة صوب الكاريبي، البحر الكاريبي اللي هو الدول إندونيسيا وماليزيا والفلبين. ونادرة الوجود؟ جدا نادرة الوجود. يعني؟ يعني تطلع من ما بين 10 إلى 15 ألف قوقعة بحجم هذه الحجم حتى أكثر. سبحان الله. نعم. هذه مجموعة منها. هذه مجموعة منها ما صغناها غير مصر. القماش ليش يسمى سبع ترزاق؟ اللي يغوص ياخذ رزق، اللي يفلق له رزق، اللي بيبيع له رزق، اللي بياكل الحمل له رزق، اللي بياخذ القوقعة روحها له رزق. فلذلك سبع ترزاق من هالمحارة الصدفة اللي تظهر من قاع البحر. فلذلك طالت عماركم. المراد فهمه من هالقطع كلها انها هذه كنوز. كنز، شوفوا كل شيء يعلى وينزل ويرتفع ويصير ويجي ما عدا القماش. القماش اللي هو الطبيعي الحر، مش نحن ما نتكلم عن الزراعي ولا عن الصناعي، كل شيء ولا سوق يا غير القماش الحر. هذا شوفوا عقد الحين، هذا عقد كامل بزمه وعراق. هذا طالت عماركم بشهادة من البحرين دانات، هذا اللي تشوفونه. طالت عماركم عقد من العقود اللي هو من القماش البحريني البحري القديم اللي مقتنى من الهواة. هذا أولا. ثانيا، المراد فهمه من كل هالليلة اللي أنا من الصبح أردح أفهمكم عنها، أن اللي يبقى يقتني شيء من هالمقتنيات يجب عليه أن يكلم الجماعة وهم بيفهمون. مثلا تقدر تصيغ لك صيغة ما حد عنده مثلها، تقدر تسوي لك زاوية في بيتك من كنز يكون خاص فيك روحك أنت. هالكلام موجه حق الناس اللي عندهم ملايين، ما أتكلمنا اللي يدور البهانس، هذا كلنا له مقدار وله قدر وله سوق. فلكل إنسان هواياته يقدر يسوي بها اللي هو يباه. هذا عقد مثلا، ما بعقد قصدك أنت بس إلا تعال ولبس العقد، تعال ولبسيه. مثلا لك وللزمن كتحفة نادرة من أحجار، هذا بملايين الملايين، ما بمئات الآلاف، ملايين. فلذلك القطع هذه ما تنقط مثلها في الكون. انخدتها هذا تطلب طلب يسوون لك اللي تباه، فأرقامه أرقام فلكية. هذه أشياء مش موجودة إلا عندهم. فيا سعد حظه اللي بيقتني له كنز ويكون عنده زود. هذا كل ما ياله استثمار طويل الأمد، يحفظ رأس مالك موجود دام الدنيا حية، وله شهادات وله كتب وله معايير ونظم وقوانين تنص عليها الحكومات والجامعات والمختبرات الدولية. الأشياء الموجودة هاي اللي الحين صورت لكم إياهن هاي ما بكل شيء، هذا بوي نقطة من محيط. هاي الأشياء جمعهن أبوي الحبيب. من وين جبت هالأشياء كلها؟ هذا من المحيطات الأربعة والسبع بحار، يعني ليس بسيط إذا تجمع حبة واحدة منها مع المتاحف، لأن كل واحد عندها قصص. من المحيط الهادي، من كوك آيلاند تنزل إلى نيوزيلاند، بعدين أستراليا، بعدين فلبين، أندونيسيا، بعدين من هاي الطرف الكاريبيان والفيتنام. هاي المناطق يطلع هاي الآلة يراد لها عشرات السنين وتجمع من مئات الجزر. مئات الجزر ومئات الأشخاص، بل آلاف الأشخاص. مئات الأشخاص بالضبط اللي يقتنون المقتنيات النادرة هذه. أيوة، لا، مئات الأشخاص اللي يروحون واحد واحد على الجزر، بعضهم يستغرق 16-17 ساعة بوت صغير يوصلون على الجزر، لأن ما في عليها طيران ولا فيها طريق. يوصلون هنا من هاي الجزر يقتنون ويجمعون ويجيون على شركتنا.
أيوة يعني أنت مغامر حاليا يعني. أبوي العائلة هذه طالت عمارك موجودة في الشارج، عندهم مكتب وعلم وخبر من مدة طويلة، وعندهم معارض وشاركوا في معارض ما شفتوا مثل ما شفتوا، شيء كبير يعني. وهدفهم جمع المقتنيات النوادر عند الهواة في العالم، جمعوا طول هالسنين من عشرات السنين، يقول لك من يوم هو صبي وهو يجمع لين الحين وقف ثلثين العمر، الحين يبي يتهنى باللي معه في هالثلثين، يبي يبيع اللي يجمعه، فالحين ابتدى هو يبيع ومن هالكثر سنه، واليوم عاد زقرني انا حق اخبركم انتم، واللي يبي يرمسه ويكلمه وبيون عنده، له هو عندهم اللي يبغى يسوي هديه، يبغى يسوي عصا من قماش، اللي يبغى يسوي قلاده من قماش، اللي يبغى يسوي احجار يغتنيهن او اللي هو، وكل شيء ابوي موجود وكلنا ابوي بسعره.